سوق السيارات كتير كبير وفيه تحديات ممكن تواجه شركات كبيرة بسمعتها وخبرتها، وأحيانا ما بيحالفها الحظ في بعض الإصدارات بسبب خطأ غير مقصود أو مقصود. في هاي القائمة اخترت 10 سيارات بشكل عشوائي سببت لصانعيها مشاكل لسمعتها أو مبيعاتها وأحيانا اقتصاد البلد بكامله. أوستن مارتن سيجنت. في فترة نهاية الألفينات صارت قوانين الانبعاثات واللي بتحتم على صناع السيارات يتحكموا أكتر في الانبعاثات أشد من أول. في شركات كثيرة ضرت بسبب أنه كل فكرتهم مبنية على سيارات معتمدة على المحركات الكبيرة والقوية، على سبيل المثال هامر، كان يجب أنها تقدم بعض التنازلات. أوستن مارتن كانت أحد هاي الشركات اللي واجهت هاي القوانين لدرجة أنها كانت رح تتعرض لمخالفات مالية كبيرة، وعشان تتدارك الموقف كان لازم تلاقي حل. كان الحل بأنه تقدم سيارة صغيرة واقتصادية، وهذا الإشي كان مش موجود في عالم أوستن مارتن، وعشان هيك راحت لتويوتا اللي كانت حرفياً معلمة في هذا المجال. أجت تويوتا أعطتهم سيارتها الآي كيو، حرفياً أعطتهم السيارة زي ما هي وحكت لهم خدوا حطوا لمستكم على هاي السيارة، حطوا شعاركم الأوستن مارتن عليها ومبروك. تخيل إنه كان في أوستن مارتن بيوم من الأيام محركها تويوتا بقوة 1300 سي سي بيعطيك 100 حصان. تخيل أوستن مارتن بهاي المواصفات. طبعاً كان موقف زي كأنك عم تشوف مصارع بيشتغل بفيكتوريا سيكريت. طبعا اذا كنت تسأل ليش ما شفت السيارة، فالسيارة فقط انصنع منها 300 نسخة وما كان عليها اقبال ابدا والناس ما حبتها، والشركة وقفت انتاجها في 2013، يعني هي نزلت من 2011 ل 2013 فقط، وكانت تباع بتقريبا 31,000 دولار. يعني حتى فرصة انك تشتري ارخص أوستن مارتن انتهت. أوستن مارتن لاغوندو. للأسف مرة تانية أوستن مارتن، لكن هاي المرة من فترة 76 ل 90. كانت تعاني الشركة من أزمة مالية وعلى حافة الإفلاس بسبب المنافسة من صناع الكبار مثل رولز رويز وبنتلي، وتوجه الناس للسيارات السيدان الفارهة. كان لازم تعمل إشي تلحق السوق فيه. قررت وقتها انها تصنع سيارة اللاغوندا في ال 76. طبعا سيارة 4 ابواب بمحرك 8 سلندر بسعة 5000 سي سي ليولد فقط قوة 280 حصان. ممكن نتغاضى عن هذا الموضوع ونقول انه كان جيد نوعا ما، لكن المشكلة الاكبر كانت في البداية في شكلها اللي مش كتير كان مرغوب، وسعرها كان مرتفع ومش منافس ابدا، بالاضافة انه السيارة فعلا كانت فيها تكنولوجيا متقدمة عن غيرها، ولكن بنفس الوقت التكنولوجيا اللي كانت فيها ما كانت عملية، كانت تعرض لأعطال كتير، وحتى لما حاولوا يتفادوا المشكلة أوستن مارتن في الإصدار الثاني برضو ما تحسنت الأمور وزادت سوق بمشاكل جديدة. فالسيارة ما انباعت من 76 ل90، انباعت بس 650 سيارة، رقم سيء جدا. طبعا في النهاية استسلمت أوستن مارتن ووقفت إنتاج السيارة وما رجعت حطت إيدها في السيارات السيدان إلا بعد 20 سنة بعد إصدار الرابيو. كاديلاك سيمارون. تويوتا كراون رويال كانت سيارة منتشرة في فترة الثمانينات كسيارة رخيصة فيها مواصفات جيدة، وطبعا بأنها سيارة قوية كان إلها حصة لا بأس فيها بالسوق. وقتها كاديلاك قررت تدخل المنافسة مع هاي السيارة وتنتج سيارة نفسها. كان أسهل حل بالنسبة لكاديلاك بدل ما يبدو من الصفر إنهم يجيبوا سيارة موجودة في الفعل يعني مصنوعة وبس يضيفوا عليها إضافات وتتحول لكاديلاك. فجابوا سيارات شيفرولي كاليفر وحولوها لكاديلاك سيمارون فيما بعد. كيف؟ حطوا عليها شوية إضافات مثل إنه فرش جلد، نظام تعليق أكثر سلاسة وراحة، وطبعا محرك 1.8 4 سلندر كان يولد 88 حصان فقط. طبعا كان هذا المحرك أضعف محرك بتصنعه كاديلاك من عام 1914، كان أصغر محرك بتصنعه كاديلاك، أول محرك بتصنعه 4 سلندر من 60 سنة. طبعا السيارة ما انباعت زي ما تخيلت كاديلاك، وحتى انها حسنت الاداء بعدين لست سلندر بولد 130 حصان، بس برضو شكاوي الناس ما حبتها وحست انها بتشبه السيارة الاصلية. ليش تدفع زيادة عشان اخد بس سيارة شيفرولي كاليفر عليها اسم كاديلاك؟ طبعا بدأت السيارة تنخفض مبيعاتها بشكل ملحوظ، وانتج خلال 7 سنين ما يقارب 132,000 سيارة فقط، يعني هذا رقم كتير قليل. في النهاية اوقفت الشركة انتاج السيارة وكانت فعلا تجربة سيئة من كاديلاك. كرايسلر تي سي باي ميزراتي. كرايسلر تعتبر من الشركات اللي عندها أكثر من تجربة سيئة في موديلاتها، وللأسف عم تختفي شوي شوي من السوق بعد ما كانت سيارة تعكس الفخامة. واحدة منهم كانت سيارة كرايسلر تي سي من مازيراتي، واللي سمعتوه صح بخصوص مازيراتي. هاي السيارة كانت تعاون بين شركة مازيراتي الإيطالية وكرايسلر الأمريكية لينتجوا سيارة فارهة رياضية ذات لمسة إيطالية،
وفعلا تم تصميم السيارة وصناعتها في إيطاليا، وهالإشي أخر إنتاج السيارة سنتين، واللي كانت تمتلك جسم وداخلية من مازيراتي ولكن محرك من كرايزلر. زي ما حكت الصحافة وقتها الشركتين أخذوا أسوأ إشي من كل واحدة. امتلكت في البداية محرك 2200 أربع سلندر تيربو أنتج 160 حصان، وكان في نسخ محدودة بتقدم 200 حصان، كانت سيارة أضعف من إنها تكون سيارة منافسة ورياضية. لهلأ ممكن تقول طيب أوكي شو المشكلة، عادي السيارة شكلها حلو مقبول، يعني 160 حصان مقبول. في الحقيقة السيارة ما كانت تعاني من مشاكل كبيرة، لأنه تأخر إنتاجها خلى إلها منافسين من نفس كرايزلر. تخيلوا كرايزلر صنعت سيارة ونزلت إلها منافسة تانية من كرايزلر، طبعا كانت السيارة التانية اسمها لوبيرن، وكانت تشبه لحد كبير التي سي، يعني تحط التنين جنب بعض مش كثير حتحس في الفرق، إلا أنه واحدة منهم بتحمل أربع ركاب واحدة منهم بس بتحمل راكبين، طبعا مع اختلاف الفخامة والقوة، بس مش كثير بتفرق إذا كان الفرق بيناتهم 20,000 دولار. فالناس فضلت أنها تشتري اللوبين وخلص ما بدنا تي سي. بالإضافة أن السيارة فعليا ما كانت سيارة زي ما حكيت رياضية، وما حبت الناس أدائها، وانتهى الموضوع بإنتاج 7300 نسخة فقط، كان الحد الأقل لفسخ العقد أساسا بين الشركتين. فورد بينتو. تم انتاج هاي السيارة من عام 71 لعام 80 لتكون هاي السيارة البديل للسيارات اليابانية، واللي كانت في هذيك الفترة الناس عم بتدور على السيارات الصغيرة والعملية والاقتصادية بغض النظر عن التصميم. كانت بينتو احد افضل السيارات مبيعا من فورد، واللي باعت خلال تاريخها 3,100,000 نسخة، رقم جيد جدا. وكوني ذكرت السيارة هون معناها في وراها قصة. السيارة رغم نجاح مبيعاتها إلا أنها عانت من مشكلة كبيرة. المصممين انتبهوا أن السيارة معرضة للانفجار أو الحريق عند حدوث ضربة ولو كانت بسيطة في الجهة الخلفية للسيارة. كان هذا بسبب تصميمها الخاطئ لوضع خزان الوقود وراء الصدام الخلفي مباشر. طبعا قررت فورد أنه رح يكون حل المشكلة مكلف، وقالت على بركة الله ابدوا الإنتاج والله بيسترها. واللي صار هو المتوقع، السيارة صارت قنبلة متحركة، وفعلا 180 حالة وفاة بسببها، حتى انه طلعت بعض الاعلانات لتتمهزق على السيارة. هالاشي اجبر الشركة انها تعمل ريكول لكل السيارات او اعادة استدعاء للسيارات اللي باعتهم. كان عددهم وقتها 1,500,000 سيارة عملت لهم ريكول. طبعا وقتها خسرت الشركة بسبب هاي الحركة 121 مليون دولار، ولك ان تتخيل هذا الرقم في هذيك الفترة كم يساوي، بالاضافة الى 117 دعوة قضائية كلفتهم تقريبا 49,500,000 دولار نتيجة تعرض الناس للخطر من هذه السيارة. سوبارو 360. ومرة تانية سيارة من حقبة الستينات، وتحديدا من 68 للسبعين. في هاي الفترة صرنا عارفين انه الشركات كانت تمر بوقت سيء وازمات بترول، وتوجه الناس للسيارات الصغيرة كان بغير شكل السوق. وقتها قرر مستثمر اسمه مالكوم بريكلين انه يستورد سيارات السوبارو لامريكا لاول مرة. وطبعا الناس ما كان عندها ثقة بالصناعة اليابانية. في وقتها كانت تباع السيارة تحت مسمى بشعة لكن رخيصة، كان سعرها بس 1,300 دولار. المشكلة في هاي السيارة ما كان الشكل، بل كان الأداء والسلامة. أولا السيارة كانت بطيئة جدا بسبب محركها 500 سي سي فقط، واللي كان يوصل للمية تخيلوا بعد 37 ثانية. هالإشي كان خطير جدا على شوارع أمريكا السريعة، بالإضافة أنه السيارة ما كانت تتحمل حوادث أبدا، فشلت في اختبار السلامة على سرعة 50 كيلومتر. من وقتها هجمت السيارة من حماية المستهلك وبعض المجلات اللي جابوا سمعة السيارة بالأرض. طبعا توقف استيراد السيارة في سنة 70، وظل كمية من السيارات في المستودعات اللي ما عرفوا يصرفوها. كان الحل بالنسبة لهم انهم بيعوا السيارة خردة او في جزء منها انرمى بالمحيط. شيفروليه كوميرو دوك انجن. تخيل في 82 يكون حلمك تشتري كوميرو بسبب سمعتها كسيارة رياضية وسيارة عضلات وسرعة، وبلحظة واقف على الإشارة تطلع من جنبك وتسبقك سيارة عائلية محملة عيلة وطالعة رحلة بكل بساطة. هذا اللي صار لما قررت شيفروليه تنتج كوميرو إصدار محرك صغير. طبعا كان بسبب أزمات البترول وتخفيض الاستهلاك، وكان لازم يحاولوا يتماشوا مع السوق، لكن مش لدرجة انهم يحطوا محرك 4 سلندر 2500 سي سي بولد 90 حصان على وزن 1,500 كيلوغرام. تخيلوا السيارة كانت أبطأ سيارة رياضية في الكوكب، تسارعها من 0 للـ100 20 ثانية، ونسبة الوزن للقوة كان نفس سيارة الـ VW Beetle.
كانت عبارة عن مأساة لكل محبين الكوميرو، كانت إهانة لعالم سيارات العضلات الأمريكية. المجلات بهدلوا سمعتها، والصحافة مهزأت السيارة، والناس ما حبتها وما كانت مبيعاتها جيدة أبدا. وطبعا توقف إنتاج المحركات واستمرت في المحركات الكبيرة فيما بعد. مرسيدس A-Class الجيل الأول 97 لل 2004. بتذكر أول مرة شفت هاي السيارة ما صدقت إنها مرسيدس، فكرت صاحبها حاطت شارة مرسيدس على هونداي أتوس. السيارة كانت أول تجربة لمرسيدس لدخول سوق السيارات الرخيصة والصغيرة. كانت سيارة دفع أمامي بداخلية بلاستيك وخيارات وإضافات بسيطة جدا وتصميم بسيط جدا ومحرك 95 حصان. المشكلة في هاي السيارة ما كانت باللي ذكرتهم أبدا، بالعكس مبيعات السيارات كانت قريب 1,500,000 سيارة خلال فترة إصدارها، وهو رقم جيد لسيارة جيل أول. بس المشكلة إنه السيارة سببت فضيحة لشركة مرسيدس في وقتها. سبب المشكلة إنه كان في اختبار اسمه موستست، وهو اختبار بتقوم فيه مجلة متخصصة بالسيارات، واللي بتقوم فيه بتجربة الالتفاف المفاجئ للمقود بسرعة 60 كيلومتر، واللي بوضح ردة فعل السيارة لو طلع فجأة إشي قدامك أو بدك تتفادى حادث. المشكلة بالسيارة كانت إنه إذا بدك تتفادى الحادث على هاي السرعة فأنت شخصيا رح يصير معك حادث. النتيجة كانت مخيفة، السيارة انقلبت وتبهدلت في الاختبار، والمجلة نشرت الخبر وصارت السيارة مخيفة بالنسبة للمشترين. مرسيدس أوقفت إنتاج السيارة لتحل المشكلة اللي كانت في نظام الثبات الإلكتروني، عملت استدعاء لكل السيارات المباعة، وتكلفت الشركة 300 مليون دولار قيمة إصلاح العطل. وهيك منعرف شو يعني كانت قوة الإعلام والصحافة في الغرب. ديلوريان دي ام سي سنة 1981 ل 83. مين منا ما بيعرف هاي السيارة اللي انشهرت من خلال فيلم Back to the Future؟ لكن انك تكون مشهور لا يعني انك تكون ناجح، ولولا الفيلم ما حد سمع عن السيارة او شافها. يمكن تستغرب ولكن معك حق، انا رح احكي لك القصة. في سنة 76 قدم المهندس جون ديلوريان مؤسس الشركة سيارة الدي ام سي على انها تكون اول سيارة من الشركة، وفعليا كانت اخر سيارة، على انها تكون سيارة رياضية ذات مواصفات جديدة وتصميم جديد. فعلا كانت السيارة تمتلك ابواب جالوينج مع محرك خلفي وشكل يعتبر جميل نوعا ما في سنة 81. خلينا نتذكر، قليل جدا من الناس بتعرف انه السيارة كانت تمتلك محرك فرنسي من بيجو بسعة 2800 6 سلندر، كان يولد 130 حصان. طبعا هون بدت المشاكل. المحرك كان يشيل السيارة من 0 ل 100 خلال 11 ثانية، أبعد ما يكون عن أنها تكون سيارة رياضية. بالإضافة أنه كان سفاح صرف بنزين، فالناس صارت تشتكي من أدائها وبنفس الوقت من صرف البنزين. لاحقا زادت الأمور سوء، جودة التصنيع كانت رديئة، وكانت السيارة تعاني من مشاكل كبيرة، أهمها أنها كانت تتعرض للاشتعال بسبب مشاكل كهربائية. يعني السيارة كانت فجأة أوب اشتعلت نار، بالإضافة إنها كانت تعتبر سيارة مميتة بسبب تصميمها اللي ما كان يتحمل أي صدمات على السرعات المتوسطة. أبوابها كانت تتعلق في حين تعرضت للانقلاب، ومشاكل في الكلاتش وغيره. طبعا السيارة كمان ما كان إلها صيانة من الشركة، الشركة مش مجهزة حالها لإنها تعمل صيانة، وكانت الناس تشتكي من هاي المشاكل. طبعا خف الطلب عليها بشدة، وقتها الشركة مسكينة صار عندهم عدد مهول من السيارات اللي انتجوها وما عليها بيع، فقرروا يحاولوا فيها، يعملوا تنزيلات للسيارة، صاروا يودوها على محلات المعارض عشان يعرضوها في المعارض، وتخيلوا انه المعارض كانت تحكي لهم انه معلش السيارة ما عليها طلب على الفاضي، يعني ما بدنا نحطها عنا وما تنباع. فالسيارة من اصل 9000 نسخة انباعت 3000 نسخة في وقتها، والباقي ظلوا ينباع على مدار 3 سنين. طبعا الشركة كلياتها أفلست وسكرت في 82، وظلت السيارة تنباع لل 83. في العالم هلأ حاليا في حوالي 6000 نسخة. ديلوريان سيارة إلها ذكريات طفولة، وأنا من الناس اللي كنت محب لهاي السيارة، ولازلت شايف إنها سيارة ما أخذت فرصتها. وعشان في مثل كتير، تخيل إنه بإمكانك تطلب واحدة من موقع الشركة الآن في الوقت الحالي 2021. طبعا بالأخذ بالاعتبار إنه صارت في تحسينات على السيارة، وأكيد مش نفس المشاكل اللي كانت قديمة. وفعلا دخلت على الموقع عشان أطلب واحدة، وبس عرفت إنه سعرها 100,000 أجلت الموضوع، حكيت بشتريها من فلوس اليوتيوب بعدين. VW of Volkswagen. هون ما رح أحكي عن سيارة واحدة، بل رح أحكي عن أكبر فضيحة تتعرض إلها شركة في التاريخ، وصلت أبعادها أنها تهدد الاقتصاد الألماني. الموضوع شمل تقريبا 11 مليون سيارة. عشان نفهم القصة لازم ناخد فكرة أكبر عن VW.
في دبليو صانع عملاق ضخم احنا ما بنعرف عنه غير الجولف والبيتل، ولكن بيمتلك اسماء ضخمة. تحت شعار في دبليو في شركات مثل اودي، سيات، شكودا، بنتلي، بوغاتي، لامبورغيني، بورش، دوكاتي، طبعا دوكاتي اللي هو الماتورات، ايضا في عالم الشاحنات سكانيا ومان. فتخيلوا الاسماء اللي عندها. طبعا رجوعا لسنة 2015 كانت الشركة بتسوق لسياراتها الديزل على انها الاقل في الانبعاثات والتلوث تحت اسم انبعاثات اقل من محركات تقدم اداء ممتاز، وفعلا تمت الاختبارات والامور تمام. الناس حبت السيارة وانتجت ما يقارب 11 مليون سيارة حول العالم، يشمل 12 موديل من سيارات اودي وبورش وفي دبليو. لكن القصة ما تمت على خير. بيوم الايام كان في طلاب من جامعة تريو الامريكية بيعملوا دراسة على احد سيارات في دبليو ليعرفوا التكنولوجيا المستخدمينها فيما يخص تقليل الانبعاثات، لكن اكتشفوا بعدين انه في اشي غلط. السيارة بس تكون في المختبر عم تعطي اداء بالنسبة للانبعاثات اقل من السيارة لما تمشي على الشارع، فشكوا في الموضوع انه ايش اللي عم بصير. بعد التحقيق في الموضوع اكتشفوا انه في دبليو حاطة جهاز في السيارة بيخدع جهاز الاختبار واللي بيقلل نسبة الاستهلاك فقط عند الاختبار. المشكلة انه الموضوع طلع كمان قديم من 2009. الفضيحة كبرت وصار تحقيق في الموضوع واعترفت الشركة، وصرح مديرها التنفيذي وقتها بانه we have totally screwed up، بما معناه الشركة جابت العيد. في تفاصيل كثيرة في هاي القضية لكن النتائج كانت كارثية. الموضوع شمل 11 مليون سيارة وإعادة استدعاء ل 550 ألف سيارة وغرامات مالية ودعاوى قضائية وسيارات ما باعت ونزول في أسهم الشركة والسيارة فقدت ثقة عملائها. هالإشي خسر الشركة 30 مليار دولار وما تعافت الشركة من الفضيحة لليوم. بعد كل هذا الكلام صرح المدير التنفيذي للشركة بأنه آسف جدا على إفقاد ثقة عملائنا بنا، خسرت الشركة 30 مليار دولار وحكى آسف، وانت اذا شحطت سيارة ابوك ممكن ما بترجع على البيت ابدا. وهذه كانت اخطاء وعثرات قامت فيها شركات كبيرة، لكن العبرة طبعا انه ما في شركة ما إلها خطأ او عثرة ممكن توقع فيها ولو كان عن غير قصد. احكوا لي رأيكم في التعليقات وشو في سيارة كمان حابين تضيفوها على القائمة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.